ودهز التليفون، مرا هز التليفون، وهز التليفون، التلفاز شاعل كيدير فيها حتى واحد، المكتبة ما كيقرا فيها حتى شي واحد، غير الهواتف، يعني مبقاش كنشوف هذيك الهواتف. كتسمع الأخبار اللي كاين على راجل هاني في التليفون، وقدام. وقدام. إذا كنا فعلا علاش الجلسات هذه والحضور مثل هذه الندوات هذه بحد ذاته راه فعلا حنا كنحاولوا نعطيو التواصل قيمته ونرجعوا التواصل قيمته الحقيقيه، لاننا كما قلت في المجتمع ديالنا كنمشيو للمقاهي، علاقتنا الاجتماعيه في المقاهي، كل واحد اش يقول هذه دي. كانت المقاهي واحد الوقت كانت مقاهي حتى قيمتها جروس تسامر نعم كاس الشعر مناقشات الاحداث اليوميه في المجتمع ديالنا كنحاول التواصل كانت عندها قيمه، لان المقاهي شغل كتدخل تلقى ما فيش فلتر ولا حاجه كتاكل ويفي وكتدخل في عالم يعني الله هذاك العالم انه هو، ولكن حرصنا التواصل وكانت له نتائج غادي نشوفوا ان شاء الله مع سلبية واحد الشيء يعني التكنولوجيا كانت فيها افاده ولكن ما كسرتش الحمد لله نعم الحمد لله على سميتو على التكنولوجيا اللي اما ملي كان تخلص فلوس واحد ما يشعر بها قصه ماشي مسلم اللهم ارحم الوالدين جيب لي باش نعاود نلقى الساعه قدام. بصح فهمتي فين انا وردي لكم دابا راه كنطلع جا التليفون ولا نسلك شي حاجه. اذا هذا هو السن الموضوع، انا عرفت نتافر واحد الجانب المعرفي اللي هو جانب نظري تواصل لغه اصطلاحا الوضع ديال التواصل غتكون التواصل الاجتماعي حتى التواصل الاجتماعي ماشي ماشي فيسبوك انستغرام التواصل الاجتماعي هو انا كشخص داخل المجتمع كيف احققه كيف يعني كيف يكون التواصل عنده قيمه وعنده حضور العناصر المكونات الاركان المقومات غنتكلموا على اشكال التواصل غنتكلموا المعيقات ديال التواصل غير واحد النقطه اللي غادي نوقفوا عليها بقوه المعيقات اللي كتخلي التواصل ما كيحققش الاهداف ديالو غنتكلموا على التواصل الاداري حنا اغلبنا كنشتغلوا في ادارات في المجالس الجماعيه كنتكلموا في الجمعيات راه حدا تاعها مؤسسه على الادارات ديالها كيف الاشكالات التواصل ديال طرحنا داخل الجمعيه ديالنا نتكلموا على الاستماع اللي هو الشرط الاساسي للتواصل نتكلموا على معيقات التواصل الاداري وفي الاخر نتكلموا في الاخر نخرجوا بخلاصات شان قواعد ممكن تمثلوها احنا كهيئه اللي نقدروا فعلا نتمثلوها وتكون بالنسبه لنا حافز ودافع ان فعلا تكون عندنا قيمه تواصليه وتكون عندنا قوه تواصليه مع الاخر اكيد حتى بعض الصور عند البدولات الصور ما كتوضعش تما ربما كنحاول نختار شي صور عندها علاقه بال هذيك الصور ربما شفت فيها الدول ديالو نعم العيش العالم ديالو كاين واحد الخط مع هذاك ديال التضاد ديك الخط لان الرجل في جهه والمراه في جهه كله كيلغي بالغا كما كنقول يعني كلهم في عالمهم الخاص إذا بطبيعة الحال كما قلنا التواصل هو واحد التقنية إجرائية أساسية في فهم التفاعلات البشرية منذ الأزل والتواصل هو حاضر وابتكر الإنسان وابتكرت البشرية آليات وسائل التواصل منها اللغة والإيماءات والحركات من أجل التواصل وإبلاغ رسالة إلى الآخر أحيانا تقدر تكون رسالة وغادي نوقف واحد القواعد العلمية اللي تقدرش تكون لغوية شفهية تقدر تكون رسالة عن طريق إيماءات وإيحاءات تعبر عن رسالة أنا غير بعيني حركة وجهي في يدي نعطيك رسالة قوية بدون ما نتكلم بطبيعة الحال وتفسير نصوص القرآن طريقة الاتصال والإرسال وبالتالي يمكن الجزم والقول أن التواصل أصبح علما قائما بذاته له تقنياته ومقوماته الخاصة وأساليب وإشكاله بطبيعة الحال التواصل كل مجتمع اللي هو نتكلم عليه التواصل الان اصبح التواصل ماده تدرس في المؤسسات تدرس في الجامعات تدرس في الاكاديميات التواصل واحد القيمه كبيره اعطت المجتمعات لهذا المفهوم ولهذه الطريقه علاش باش فعلا نزيد من الروابط اذا لم تكن تملك اليه التواصل فعال ففعلا صعب جدا حتى وان كنت تملك معارف عندك معارف عندك مؤهلات عندك كفايات عندك المؤهلات كل عندك ولكن تعجز ان تبذل الفكر الى الاخر فعلا انت تفتقد الى شرط التواصل اذا يجب ان تشتغل على نفسك وتشتغل الذات ديالك باش انك فعلا تخرج من القوقعه من هذاك الواحد كندير واحد السياج ذاتي داخلي كيخليك انك فعلا كتنعزل عن المجتمع وكتضيع عليك فرص انك تفيد وتستفيد حيت حنا الدور ديالنا كفاعلين سياسيين
فاعلين جمعويين، شنو الدور ديالنا؟ ونكونوا كنفيدوا ونستفيد، كنفيد المجتمع، كنحاول ندافع على المجتمع، كنحاول فعلا نعطيو قيمة للمجتمع، وفي نفس الوقت نستفيد، كترجع أنت قيمة داخل المجتمع، قيمة يحسب لها ألف حساب، بالخبرات والتجارب، وأنك فعلا كتكون كتطرح واحد النهار في سجل مهني، في سجل إداري، في سجل شخصي، مثلا قدرت نقنع واحد 100 مستفيد أنهم ينخرطوا العمل الجمعوي. ربح بالنسبة لي أنا. أقول أنا فعلا كمناضلة قدرت نقنع واحد الفئة من النساء أنهم فعلا ينخرطوا في العمل السياسي ويتشربوا ويقتنعوا بالعمل السياسي، هذا بحد ذاته ربح بالنسبة لي. السؤال المطروح كيف؟ شنو طرائق الأساسية اللي خصني أنا نتملكها باش نقدر نحقق هذا الإنجاز هذا؟ هنا كيف قلت لكم انا في العرض ديالي تكلم على جوج المجالات كاين اللي كيهمونا حنا اللي هو الجانب الاجتماعي والجانب الاداري، هما جوج المجالات ما يمكنش حنا كنتكلموا على التواصل، لا يمكن ان نغفل الجانب الاجتماعي او العلاقات الاجتماعيه، ما يمكنش نتكلموا على الجانب الاداري لان حنا علاقتنا الاداريه حنا بشكل يومي نتعامل اداريا، اما كنمشي للاداره اما كيجيو عندي ناس الاداره اللي انا مسؤوله فيها يكون واحد النوع من التواصل، واش فعلا انا قيمة هذه المسؤولية المناطقة مثلا كمسؤولة عندي علاقة في التواصل مثلا مع نساء ضحايا العنف نساء كذا نساء كذا نساء كذا، واش انا الإدارة اللي انا مسؤول عليها كنقدر نقدم لهم ولو شيء كيما غير التسميلة في وجهها راكي جاي مثلا راها في بنية العرق واش كينتظر غير التسميلة في وجهها كيرتاح يقدر 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 ربما حياته كما كيشكر هذيك الابتسامة والبشاشة اللي استقبلتي بها، لان الناس ماشي ضروري حنا في دابا المجتمع يعني عند واحد التمثل انا ربما انا كنجي عندك انا محتاج للدعم المادي او لا لا، احيانا هناك الدعم النفسي ربما كيكون بالدرجه الاولى، كنت مثلا امراه قسى عليها المجتمع، فانا كنتكلم الان الموضوع ديالنا هو المراه تعرضت للعنف تعرضت للتهميش تعرضت للاقصاء حياتها كامله، تحتاج الى من؟ يطبطب عليها الى من يحن اليها، صارت تسمع لك شيء احيانا وانا اشتغلت اثرت نساء في مجال الحب المياه وفعلا النساء كتجي عندك خصها تهضر معها صراحة عندما تجد أنك منصت جيد ومستمع جيد كلام ما يطيحش الأرض جيد الشخصية كنتكلم لدرجة أن قريت نساء زواجهم في مناصب عليا كما اللي عندها عادل مثلا عندها مثلا أستاذ جامعي كاين ناس قراو عندي في المسجد وفعلا هاد النساء هادو كتكون شوف أستاذ ديالو ما ناقشتي حتى واحد في الكلام أستاذ هي هكا حيت لقاتك أنت سمعتي لهم وبلغتي لها الصوره بشكل بسيط جدا يشنو خصها واحد المجال تعلمو انت كتوصلها واحد الشكل بسيط جدا انا عندي تصور ماشي غادي نوصلو بطريقه كبيره ونكبر فيه وكذا زعما راه انا فيه لا تخاطبين هذيك النساء على قدر العقل ديالها هي عندها تمثلات عندها ضغط من المجتمع راجلها ولادها ديك النسبه كيخربطوا ديك النسبه كيديروا انت كاع تقول لا ماشي كنخربطوا حنا عندنا رساله عندنا واحد الهدف عندنا واحد المبدا كنشتغلوا عليه اذا هذا هو التحدي اللي ربما نطرح واللي نطرح في هذا الجانب ديال التواصل اذا مروا على التواصل هذا في الجانب اللغوي طبعا بحال مفهوم التواصل كذلك في الجانب الاصطلاحي هو استعمال وسائل التواصل المعروفه لغه طبيعيه كتابه وسائل اتصال حديث الخلق الان وذات الوجود ديالنا الهاتف الانترنت الاعلام المرئي المسموع والمقروء وعنده واحد القوه خطيره جدا احيانا فعلا هذه النقطة الثانية حتى التواصل ديالنا أحيانا الستاتيو ديالنا راه رسائل بحال كيدير واحد الستاتيو في الواتساب كيبقى 24 ساعة هو رسالة قوية جدا إذا اخترتها بذكاء وبعناية عرفت شنو غادي يوصل يمكن وصل رسالة بثلاثة الكلمات وصل رسالة حيت كيدخل عندك نساء كيشوفوا الستاتيو كيشوفوا الستاتيو ديالكم حتى أنا غادي عندي صفحات في الفيسبوك صفحه كنا ندير واحد التدوينه بسيطه وكنعبر على القناعات ديالي الاحداث اللي كنشتغل عليها برسائل بسيطه جدا ممكن انها تعطي واحد الرساله تكون اثر ربما بعيد المدى هذه كتسهل لنا نوصل للاخرين اننا نربط علاقات ايجابيه ونركز على العلاقات الايجابيه خدمه لهدف حنا كل واحد فينا كل جمعيه هنا عندها واحد مجال الشغل ديالها كل واحد في مجال الشغل ولكن حنا كنخدموا المجتمع كنخدموا المجتمع ديالنا هذه الرسالة كتأديها فاحنا علاقتنا تكون علاقة إيجابية رسائلنا رسائل إيجابية القرارات ديالنا قرارات إيجابية ودائما إطار علاقة التواصل ديالنا هذاك الجانب المحبط أو الجانب السلبي خلي آخر حاجة دائما عزيزي مكان القوة
اي مرأة كيف اساسا خصوصا المرأة من طبيعتها كائن حساس مرهف الحس نجي عندها عز زلاجة ولا قوة بوزنها وتقدر تقنعيها بسهولة هذيك هذيك الحيتيات او كيما معك مثلا بعض مثلا بعض الهفوات مثلا بعض السلبيات تقدر تلعب على نعم قلت لك الفوتوشي لي بوان سونسيبل نعم اللي كتسمى ربما هذاك خلل بسيط جدا يعالج بسهوله ولكن دائما قيمتك وقوتك الطاقه الايجابيه لما تشعير الطاقه الايجابيه وتاكدي ان رسالتك تصل وتوصل شوف اكثر يمكن تصل توصل لشخص ممكن يوصل لاشخاص اخرين لان رسالتي تكون قويه تكون واضحه وخاطب هذاك هذاك الانسان خاطب الناس على قدر عقوله الخطاب غادي توجه لواحد في اجل واحد فئه جمعويه بسيطه ماشي كيما مثلا في واحد النخبه في المجتمع الخطاب يختلف وطريقة إدارة النقاش تختلف مثلا مثلا واحد معايا في مستوى موازي مستوى جاد معاه تناقش معاه غادي يفهم أنني كنتناقش معاه فكرة ولكن شخص بسيط في تكوينه العلمي والمعرفي عمرو إذا تناقشت معاه غادي يحسب أنني أنا أخذ منه موقف يقول لك أنا ما كيحملنيش أخذ منه موقف هاد السيدة دار كيبقى هو مع نفسه ما يفهمش حتى الحوار لأن بالفعل أستاذ كانت سمح لي على التقاطع أستاذ انا بعض المرات كتجي عندك وقعت لي هذه كان في حوار مع امهات نتاع اولياء التلاميذ يعني في اثناء المداخله ديالي في واحد التحاور